في سنة 1948 مصر كانت بتعاني من الاحتلال الإنجليزي، بس الاحتلال الإنجليزي نفسه كان بيعاني هو كمان، لكن من أبويا البطل حسن التبعي قائد المقاومة ضد الإنجليز. كان هو المسؤول عن المنشورات وطبعها وتوزيعها على رجالة المقاومة علشان ينشروها في كل ربوع مصر ويحمس الشعب المناضل على المقاومة. أبويا البطل حسن التبعي كان هو الشوكة اللي واقفة في زور الإنجليز، كان هو الكابوس اللي مش بينيمهم الليل، كان هو الشبح اللي بيطلع لهم في كل مكان، كان هو الصياد وهم الفريسة. ولما الإنجليز جابوا آخرهم معاه قرروا يشوفوا حل عشان يخلصهم منه. فضلوا يفكروا في طريقة لحد ما قرروا يصرفوا مكافأة لأي حد يدلهم عليه، وأمر المندوب السامي البريطاني بتوزيع صورته في كل مكان. بس مش هما لوحدهم اللي كانوا بيخططوا، وجات الليلة الموعودة اللي قرر البطل حسن التبعي يقوم بأكبر عملية في تاريخ المقاومة، وجمع كل رجالته عشان يشرح لهم الخطة ويعرف كل واحد دوره فيها ايه. وبعد نجاح العملية الإنجليز قرروا ينتقموا منه ويردوا له الضربة، علشان كده حاولوا يقتلوه في عربيته. بس يا جماعة، ودي حكاية أبويا البطل ومعاناته مع الحملة الفرنسية. هو ضد الإنجليز ولا ضد الحملة الفرنسية؟ فرقت مع أهلك قوي. بص أنا حاجتين ما بحبهمش في حياتي، القلقاس واللي قطعني في الكلام. حملة إنجليزية ولا فرنسية؟ ما هم كلهم خواجات يا عم. خواجات ها؟ يا عم إبراهيم، أنت جاي تحكي لنا كل ده علشان تقول لنا إن أبوك كان بطل؟ لا، عشان أقول لك العربية اللي مات فيها أبويا البطل الله يرحمه موجودة لغاية دلوقتي وأنا عارضها للبيع. اللي استشهد في الأربعينات؟ لا، اللي استشهد في الثمانينات لما اتزنق في إشارة روكسي. العربية دي من الأربعينات وزمانها بقت كهنة. كهنة دي تبقى خالتك، تفكرها عمتك عندها روماتيزم. العربية دي فيها صحة وعافية عن عربيات اللي بين دول 30 مرة، ده غير بقى إن إحنا ركبنا فيها سنتر لوك، سيستم صوت، ولا فيكوا الدخلاوي. عروسة ماشية على الأسفلت. يا عم إبراهيم، العربية دي فين؟ الغالية مع الغالية. يعني إيه مش فاهم؟ ما تفهمنا. الغالية مع بنت الغالية ساندي. وبنتك دي فين؟ مع بودي وطنطا. بودي وطنطا. بودي وطنطا. بتعملي ايه؟ خططين يا شماء، انت اللي جابك بدري كده. مفيش، جيت بدري اتمرن. المهم بس ما تغيريش الموضوع، كنت بتعملي ايه؟ مفيش، اصل جالي يعني فكره للشو بتاع الحيوانات فقلت يعني اجربه. وهي فين الحيوانات؟ ايه اللي ايه؟ فين الحيوانات؟ جوه. انا كنت لسه اطلعهم، هخش اطلعهم واجي. لا 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 لا، استني استني استني، ايه الحلاوه والجمال ده؟ هو انت لابسه كده ليه؟ عشان يعني اتخيل المود. تتخيلي ايه؟ اتخيل المود. سيبي بقى اخش اغير قبل ما حد يخش علينا. استني، ايه هو انت نفسك تقدمي الفقره؟ لا طبعا، اقدم فقره ايه؟ ما اقدمش فقرات، هو انا ملحقه على تدريب الحيوانات اما اقدم فقرات؟ لا طبعا، انا تمام كده. يعني ولا نفسك تغني؟ انا نفسي اغير. انا بشوفك كل يوم هنا وانت واقفه تغني وكاني في جمهور عريض قاعد يسقف لك. انت صوتك حلو قوي على فكره، بس لو تفكي شويه هتبقى زي الفل. هو انت شفتيني ازاي؟ من فوق. من فوق؟ اه. طب ابوس ايدك بقى، خليني اغير عشان في ناس هتخش دلوقتي عليا وانا هنهار. يا بنتي فكي بقى، هتموتيني. ما انا فكت اهو، اعمل ايه اكتر من كده؟